وجاءت الحديث أن المذر في علمه مع الكرام البررة، وجاء عن نبينا الأواه حملة القرآن أمر الله، لأنه كلامه المرفع وجاء فيه شفيع مشفع، وقالت في فضله أثار ليس التافي بحقها أسفار. فلنكتفي من هذه ما ذكرنا، ولنصرف القول لما قصدنا من نظم مقرأ الإمام الخاشع برأي المدني. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. وبعد، لازلنا مع الرجز المبارك الذي تناول فيه أبو الحسن علي بن بري الرباقي التازي قراءة نافيع من رواية ورش وقالون، وكنا انهينا الكلام عن فيما يتعلق بالوقف، الوقف يعني الوقف على آخر الكلام، وكان هذا هو يعني الفصل الذي وقفنا عنده وهو الوقف. وذكرنا أن الناظم رحمه الله سيذكر لنا أنواع الوقف، يعني إذا وقف الإنسان فبأي يعني شيء يقف على الكلمة. فقال رحمه الله: القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. كنا شرحنا، لكن نراجع كما هي عادته هذا، أن إذا كانت يعني العطلة أو كذا، فلما يستأنف الدرس يعني تكون مراجعة، والمراجعة هنا في هذا الفصل هذا. الناظم رحمه الله قال: القول زيد. القول في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. القول في الوقوف بالإشمام، شرحنا ما هو الإشمام وما هو الروم، وذكر لنا الناظم الوقف بالإشمام والوقف بالروم، وكذلك الوقف على الإمام أي على مرسوم الخط، مرسوم المصحف. ذكرنا أن من أسماء المصحف الإمام، لأنه صار إمام للمسلمين يقتدون به، أي يتبعون ما فيه من الحروف ومن الكلمات ومن كذا، من كتب الكلمات وكذا. فقال الناظم رحمه الله: القول أي هذا القول، معنى هذا الحكم، هذا القول أي هذا القول، أي هذا القول، والمقصود بالقول الحكم في الوقوف بالإشمام والروم والمرسوم في الإمام. إذن سيذكر لنا الإشمام، سيذكر لنا الروم، وسيذكر لنا الوقف على مرسوم الخط، الوقف على مرسوم الخط، بمعنى أن الواقف إذا أراد أن يقف فلا بد أن يتبع المرسوم في المصحف، وكنا شرحنا هذا الأمر، هذا الحكم هذا.
على أي حال كل ما ذكره الناظم في هذا الفصل هو الوقوف بالإشمام، الوقوف بالروم، الوقوف على مرسوم الخط، أي على المصحف، أي بما يوافق المصحف، يعني لأنه لا يجوز للإنسان أن يقف على الكلمة وهي مخالفة في المصحف. مثل كلمة متصلة يقف عليها منفصلة، أو كلمة منفصلة يقف عليها متصلة، أو كلمة محذوفة لياء فيثبت لياء في الوقف، أو كلمة محذوفة الواو فيزيد في الوقف الواو، فهمتي؟ لورود اللغة، أي أن قد تكون هذه الكلمة هذه الياء هي ثابتة في اللغة ولكن جاءت المصحف محذوفة لياء، فهل نتبع اللغة أو نتبع المصحف؟ لا، نتبع المصحف. كذلك الواو، هناك من الواوات إذا عرضنا على قواعد النحو قواعد اللغة نجد الواو موجود، ولكن جاء في المصحف يعني بغير واو مثلا، وهكذا الياء كذلك، يعني الياء كذلك، وسيأتي هذا. إذن زيد البيت الثاني. قف بالسكون فهو أصل الوقف دون إشارة لشكل الحرف. ذكر لنا الناظم في أول الحكم الإشمام والروم، ولم يذكر لنا الإسكان. في هذا البيت الثاني ذكر الإسكان، قال قف بالسكون فهو أصل الوقف، أي أن الوقف على الكلمات القرآنية الأصل فيها هو أن تقف بالسكون، بمعنى أنك لا تقف لا بإشمام ولا بروم، هذا هو الأصل. وهو المنتشر أن الوقف يقف القارئ على الكلمة بالسكون، هذا إذا كانت الكلمة غير منونة تنوين النصب، لأن تنوين النصب لا يوقف عليه بالسكون بل يوقف عليه بالألف، دعاء نداء حكيما غفورا إلى غير ذلك. زيد. دون إشارة لشكل الحرف، أي تقف بالسكون هو الأصل دون أن تشير لشكل الحرف، أي للضمة أو للكسرة أو للرفع أو للخفض، دون إشارة تقف بالسكون. زيد. وإن تشأ وقفت للإمام مبينا بالروم والإشمام. إذن الأصل في الوقوف ذكر الناظم أن الأصل في الوقف هو الوقف بالسكون، ثم خير القارئ، فإن شاء أن يقف بالإشمام أو أن يقف بالروم للإمام، معنى الإمام أي على قراءة نافع، فالإمام في الأول في المرسوم في الإمام نقصد به المصحف، ولكن هذا كلمة الإمام هذه الثانية المقصود بها قراءة نافع، أي إذا شئت أيها القارئ الذي تقرأ بقراءة نافع فإن شئت أن تقف بالإشمام أو بالروم فقف، لكن الوقف يبقى دائما أن أصل الوقف هو السكون. زيد. فالروم إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب رأسا صوتك. ثم يعني الناظم لما ذكر لنا الروم لم يبين، لم يفصل ما هو الروم، ما معنى الروم، ثم الإشمام، ما هو الإشمام، ما معنى الإشمام، الآن صار يعرف لنا الروم ثم يعرف لنا الإشمام، فقال فالروم إضعافك صوت الحركة، أي أنك تقف على الحرف المحرك، تقف عليه بحركة ضعيفة تقلل من صوتك حتى يصير صوتك مثل الخفي، أي مثل السر، فالبعيد يراك أنك وقفت على هذه الكلمة بالسكون بعيد منك، والقريب منك يرى منك يسمع منك صوتا ضعيفا بالكسرة أو بالضمة أو بالخفض أو بالرفع، فيسمع منك صوتا خفيا خفيا يسمعه كل داني قريب منك يسمعه، وقد بينا هذا وذكرنا يعني أمثلة ونطقنا بهذا الروم. زيد.
يكون في المرفوع والمجرور معا وفي المضموم والمكسور. أي أن الروم الوقت بالروم وهو إضعاف الصوت الحركة يكون في الحركات الأربعة، سواء كانت حركة بناء أو حركة إعراب، حركة بناء أو حركة إعراب، لكن بشرط أن تكون هذه الحركات إما كسرة أو خفضة أو رفعة أو ضمة فقط. فإن شئت أن تقف على الحرف المجرور، الكلمة المجرورة بالروم، فقف، وإن شئت أن تقف عليها إذا كانت مرفوعة منونة أو غير منونة. فالحركات الأربع هذه، هناك حركة بناء، وهناك حركة علامة للإعراب. فإن كانت حركة إعراب بناء نسميها يعني مثلا الكسر والضم حركة بناء، ولا نقول لها رفعة الرفع، لا، الضمة، مثل ضمة حيث، قبل، بعد، هذه ليست حركة إعراب، حركة بناء، فلا نقول هذه رفعة، لا نقول هذه ضمة، لا نقول رفعة، نقول هذه ضمة. فإن كانت هذه الحركة علامة للإعراب، مثل الله غفور رحيم، هذه حركة إعراب، فهنا نقول هذا الرفع، هذه علامة الرفع، علامة الرفع. وهكذا ما يقال في الرفع والضم، يقال في النصب والفتح، وما يقال في، وكذلك ما يقال في الكسر والجر أو الخفض. زيد. ولا يرى في النصب للقراء والفتح للخفة والخفاء. أي أن الناظم نفى الروم على المفتوح والمنصوب، نفى، قال لك لا تقف على المفتوح والمنصوب بالروم. ولا يرى، ولا يرى في النصب للقراء، أي أن القراء لا يرون الروم، إجراء الروم فيما هو مفتوح أو منصوب. إذن فتبقى، يبقى التي يجري فيها الروم حركة التي ذكرناها وهي الأربعة، أما النصب والفتح فلا روم فيها عند القراء، عند أئمة القراءة، ولكن عند أئمة النحو، أئمة اللغة، أجروها، أي استعملوا الروم والإتمام. ثم هذا الروم والإتمام هو لغة العرب، هذا ليس غريبا، يعني نقول القراء ولا كذا، لا، هذه لغة العرب، أي أن العرب وقفوا على الكلمات سواء في الشعر أو في النثر، وقفوا عليها بالروم أو بالإتمام، فهو لغة من لغة العرب. وكل ما جاء به القرآن من اللغات ومن اللهجات ومن كذا فهو لغة العرب، سواء كانوا تداولوها أو أنها لم تتداول، ولكن القرآن جاء بها فهي عربي، لغة عربية. كذلك الحديث، إذا لم نسمع لفظة في الحديث ولكن لا نحصل على من نطق بها من العرب بهذه اللفظة، فلا نقول هذه ليست من العربية، لا، جاء بها الحديث فهي عربية، سمعت من العرب أو لم تسمع، فهمتي؟ لأن ما تكلمت به العرب، يعني ليس كل ما تكلم به العرب سمعه الناس أو نقلوا، لا، غير منقول، يعني العرب تكلمت بألفاظ كثيرة وكثيرة في شعرها ونثرها وبلهجات مختلفة، ولكن النقل الذي نقله أهل اللغة وأهل العربية، يعني لم يجمعوا ما تكلمت به العرب من لهجاتها وألفاظها، لم يجمعوا هذا، وإنما جمعوا الأكثر منها، الأكثر. ولهذا يقول هذا: إنكم لم تدركوا من لغة العرب إلا أقله، أقل، إلا أقله. زيد. حتى الأشعار، أشعار المتداولة والدواوين، الأشعار، فليس هذا كل ما تكلمت به العرب في أشعارها، هناك غاب أشياء كثيرة وهكذا. زيد. وصفة الإشمام إطباق الشفاه بعد السكون والضرير لا يراه. ثم لما عرف لنا الروم وهو إضعافك صوت الحركة من غير أن يذهب أصلا، أي من غير أن يذهب كليا، تبقى موجز، عرف لنا الإشمام، قال: وصفة الإشمام إطباق الشفاه
يعني بدون أن تبقي من الحركة شيئا، ولكن يعني تطبق شفتيك عند المرفوع والمضموم. هذا الإطباق شبه أنك تشير إلى أن هذا الحرف الأخير الموقوف عليه هو مضموم أو مرفوع فقط، لأن الضمة يعني تكون من الشفتين، الضمة تكون من الشفتين، لأن هي إما أم الواو كما ذكرنا أو بنات الواو، والواو يخرج من الشفتين. ولهذا لما كان يعني الضم يخرج من شفتين ذهب بالسكون، ذهب بالسكون، ثم تبقى يعني الحركة الشفتين لتعطي لمن يراك أن هذا الحرف الموقوف عليه هو مرفوع أو مضموم فقط تشير. فالأعمى لا يرى، الأعمى لا يرى الإشمام، أعمى لا يرى الإشمام، ولكنه يسمع الروم. نعم يسمع الروم، الأعمى لا يرى الإشمام ويسمع الروم، لأنه يسمع بأذنه، والإشمام يدرك بالبصر، بالبصر. زيد. من غير صوت عنده مسموع يكون في المضموم والمرفوع. من غير صوت عنده مسموع، أي أن الإشمام لا يكون فيه صوت، بل إشارة فقط، إشارة فقط. ثم بيّن لنا أن هذا الإشمام إلا في المضموم والمرفوع فقط. إذن فالروم اشترك مع الإشمام في الحركات الأربعة، الروم يعني الروم يجري في المجرور والمكسور والمضموم والمرفوع، ولكن الإشمام لا، الإشمام لا يكون إلا في المضموم والمرفوع، كما ذكرنا أن الضمة تكون من الشفتين والإشارة بالشفتين. إذن فلا فائدة أنك لو أردت أن تشير إلى الحرف المجرور أو المكسور، لا فائدة في هذه الإشارة، لأنك لا تشير بالشفتين. لماذا؟ لأن الكسرة تخرج من وسط الفم، الكسرة تخرج من وسط الفم، فهي ابنة الياء، والياء تخرج من وسط الفم. إذن هل يعني تتعذر الإشارة، تتعذر الإشارة للجر والكسر، يعني لا يمكن أن تشير بوسط فمك إلى الكسرة. فمن رآك لا من كان معك لا يراك أنك أشرت، إنما الإشارة تكون بالشيء الظاهر، الظاهر هي شفة، وأما وسط الفم لا يرى، ولهذا لا تكون الإشارة، ولكن يكون فيها إضعاف صوت. ولهذا الإشمام لا يكون إلا في المرفوع المضموم والمرفوع فقط. زين. وقف بالإسكان بلا معارض فيها تأنيث وشكل عارض. ما ذكر لنا الروم والإشمام، ما هو الروم، ما هو الإشمام، وأين يكون الروم وأين يكون الإشمام. ذكر لنا بعض الكلمات ممنوع فيها الروم والإشمام، كلمات ممنوع فيها الروم والإشمام، أي لا يستعمل فيها الروم والإشمام. فقال وقف بالإسكان بلا معارض فيها تأنيث وشكل عارض. وقف بالإسكان فقط، بلا معارض أي بلا مخالف، بلا خلاف، باتفاق أنك تقف بالإسكان اتفاقا، ولا أحد من القراء وقف بالإشمام أو بالروم. قال فيها تأنيث، فيها تأنيث أي في الهاء التي هي تاء ولكنها كتبت في المصحف على صورة الهاء، على صورة الهاء، ولهذا ما قال في تاء، قال في هاء. وقف بالإسكان بلا معارض في هاء تأنيث، أي الهاء الدالة على التأنيث، وفي الأصل هي تاء، في الأصل هي تاء، لكن جاءت صورتها على صورتها على الهاء، إذن فهي ما تسمى عندنا بالتاء المربوطة، بالتاء المربوطة. هناك تاء مطلوقة وهناك تاء مربوطة، فهذه التاء المربوطة جاء رسمها على صورة الهاء. ما لها؟ هذه لا يجرى فيها الروم ولا الإشمام، بل تقف عليها بالسكون، فتقول قالت طائفة، القارعة ما القارعة، الحاقة ما الحاقة.
فإذا جاءت الطامة، إذن ما فيها روم ولا إسم. وهذه الألفاظ هي الهاء الدالة على التأنيث، تأنيث. فإذا وصلنا نطقنا بالتاء، قال الطائفة من بني إسرائيل، إذا وصلنا نطق لطفنا بالتاء وهو الأصل. وإذا وقفنا بما أن التاء جاءت على صورة الهاء فنقف بالهاء، طائفة، نقف بالهاء. هذه لغة العرب، ويعني القرآن جاء بها أن كل تاء جاء على صورة الهاء فيوقف عليه بالهاء ساكنة، بالهاء الساكنة. وقد سمع من العرب أن في هذه الهاء المبدلة من التاء عند الوقف يقفون عليها بالتاء ولا يستعملون الهاء، وهي لغة طيء، طيء يعني قبائل من العرب في الجزيرة، طيء. فيقولون إذا وقفوا على حمزة يقولون حمزت، حمزت، طلحة، طلحت، شجرة، شجرت، هكذا. فيعني لا يقفون بالهاء، يبقون التاء على أصلها وقفا ووصلا، وقفا ووصلا. القراء لم يقرأ أحد بهذه اللغة، لم يقرأ أحد بهذه اللغة، أي لم يقرأ أحد بالتاء مربوطة إذا وقف عليه يقف عليه بالتاء، لم يقرأ بأحد. لكن القراء اختلفوا في التاء، تاء التأنيث، إذا كانت مطلوقة مثلا، إذا كانت مطلوقة فهي تاء مثل طائفة، مثل رحمة، إن رحمة الله قريب من المحسنين، أولئك يرجون رحمة الله، هذه تاء مطلوقة، وهي تاء تأنيث، تاء تأنيث. إلا أنها لم تبدل هاء، لم تبدل هاء. بالنسبة للرحمة في سبع مواضع، بالنسبة لنعمة وسنة كذا، كذلك هي في بعض المواضيع كتبت بالهاء، وكتبت في بعض الألفاظ في نفس في الصور هذا كتبت بالتاء. فمثل رحمة جاءت بالهاء المبدلة من التاء، وجاءت بالتاء يعني بالتاء المطلوقة. اختلف فيها القراء هذه في التاء المطلوقة، ولم يختلفوا في التاء المربوطة فوقفوا عليها بالهاء، لكن التاء المطلوقة اختلف فيها القراء. فبعض القراء وقف عليها بالتاء على أصلها، رحمة، نعمة، سنة، بالتاء. ووقف عليها بعض القراء بالهاء، رحمة، وإن كانت مطلوقة، نعمة، سنة، وإن كانت التاء مطلوقة. لماذا؟ أن هؤلاء الذين وقفوا بالتاء اتبعوا يعني الرسم، لأن الرسم فيه تاء مطلوقة، اتبعوا الرسم، فاستعملوا الرسم في الهاء المبدلة، المبدلة من الهاء المبدلة من التاء، وقفوا عليها بالهاء. والتاء التي هي التأنيث ولكنها لم تكتب على صورتها اتبعوا فيها الرسم فوقفوا عليها بالتاء. وبعض القراء وقفوا عليها أيضا بالهاء، فلم يميزوا لا بين الهاء المبدلة من التاء ولا التاء التي جاءت في الرسم على أصلها، يعني لم يختلفوا فيها، فوقفوا على هذه بالهاء كما وقفوا على الهاء المبدلة من التاء هاء. وهم هذا بكثير وأبو عمرو والكيسائي، ثلاثة من القراء، واختلفوا في كلمات. إذن فهذه التاء المطلوقة اختلف فيها القراء في الوقف، بعضهم وقف عليها بالهاء على أصلها، مثل الكيسائي وابن كثير وأبو عمرو وقفوا عليها بالهاء على أصلها، لأن هي تاء ولكنها للتأنيث، فوقفوا عليها بالهاء كأجروها كالأخرى التي جاءت صورتها على صورة الهاء، فلم يفرقوا بينهما، فوقفوا على الجميع بالهاء. الآيات بينات
فمن يختلف أنهم وقفوا على التاء، حتى الذين وقفوا على التاء بإبلاء وقفوا على هذه التاء، وقفوا على هذه التاء وقفوا على إبلاء، فهذا اتفاق منهم أن التاء يعني المطوقة وقبلها ألف للجمع لجمع المؤنث السالم وقفوا عليها بالتاء، ولم يقف أحد منهم عليها بالهاء زيد وشد عارض وقف بزيد بالإسكان بلا معارض زيد في هاء تأنيث وشكل عارض. الشكل منهما هو أصلي ومنهما هو عارض، الشكل منهما هو أصلي ومنهما هو عارض. عارض أصلي يعني لا يتغير، مثل الباء من بسم الله شكلها لا 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 لا, لا, لا يتحول، دائما الباء من بسم الله عليها كسرة، هذا الشكل عارض أو أصلي؟ لا، أصلي أصلي. كذلك الميم مين يعني كذا، يعني هذه الأمور هذا الشكل هذا أصلي لا يتغير، ولكن هناك أشكال تتغير، فهذا الشكل يتغير هو الشكل العارض الذي يعني هذا يعني النظم شكل عارض، معنى العارض أي أحيانا يأتي وأحيانا لا يأتي العارض، حتى في اللغة حتى في الأشياء يقولوا هذا مرض عارضي يعني هو غير دائم أو كذا، وهذا الشيء عارض لك وسيذهب بك عليك بك وما بك وكذا عارض يعني، فهمتي؟ السحاب كذلك عارض، السحاب لأنه لا يدوم، ولهذا قوم هود قالوا هذا عارض ممطرنا، أي سحاب عارض ممطرنا، فمن أسماء السحاب العارض. إذن فهذا الشكل هو عارض ليس أصلي، هذا الشكل العارض يعني إذا جاء فأصله ماذا؟ أصله السكون، أصله ماذا؟ السكون. فإذا وقفت عليه لا تقف عليه بالشكل العارض، أي لا يجرى فيه الروم ولا الإشمام، فتقف عليه بالسكون، ترده إلى أصله، ترده إلى أصله. لمن ارتضى، لمن ارتضى، لمن النون ساكن ديال من ساكن، كل النون من هي ساكن أو من مين هي ساكنة، لكن كسرناها في قوله تعالى لمن الملك اليوم، لمن الملك اليوم، كسرنا النون. فإذا وقفنا عليه هل نقف عليه بالروم الكسرة؟ لا لا، نرده إلى أصله، أصله ماذا؟ أصله السكون، فنقف عليه بالسكون فنقول لا، نقول لمن، لمن، وهكذا. لماذا؟ لأن هذا الشكل هذا الشكل عارض، والعارض لا يعتد به، العارض ماله لا يعتد به في الغالب، وهناك جاءت ألفاظ اعتدنا فيها بالعارض زيد. والخلف في هاء الضمير بعدما ضمت أو كسرت أو أميهما. لما ذكرنا أن الهاء التأنيت لا بد أن تقف عليه بالسكون، وأن الشكل العارض لا بد أن تقف عليه بالسكون بلا مخالف، ذكر لنا ما جاء فيه الخلاف، وهو هاء الضمير، هاء الضمير ماشي هاء التأنيث، هاء الضمير أي الهاء الدالة على الضمير، على ضمير المفرد زيد عيد البيت. والخلف في هاء الضمير بعدما ضمت أو كسرت أو أميهما. هذا وقع فيه الخلاف بين أهل الأداء، الهاء الضمير، وهاء الضمير إما أن يكون مجرورا وإما أن يكون مضموما، مجرور أو مضموم. فمثال المجرور عليه فيه، ومثل المضموم له، يعني هذا الضمير وغيره. فقال زيد والخلف، والخلف في هاء الضمير بعدما ضمت أو كسرت أو أميهما، أي بعد ضمت أو كسرة، ولكن لم يذكر بعد فتحة، بعد فتحة مثل المثال الذي مثلنا له، وإنما النظيم يقصد الخلاف حاصل في الهاء الضمير الذي قبله ضم أو كسر، قبله ضم أو كسر، أما الفتح ليس فيه خلاف. إذن فالهاء التي قبله ضم أو قبله كسر فيه خلاف، فبعض أهل الأداء منعوا الروم والإشمام فيه ووقفوا عليه بالسكون،
وقفوا عليه بالسكون لم يقفوا عليه لا بروم إن كان مضموما أو مرفوعا أو مضموما أو إذا كان ولا بروم إذا كان يعني مكسورا أو مضموما وقفوا عليه بالسكون قبل الضم أو قبل. سكت لنا الناظم عن ما قبله الفتح ما بعد ما قبل وله فهذا فيه الروم والإشمام فيه الروم والإشمام زيد أو أميهما ياك. إما هذا الهاء الضمير إما هو على ثلاث إما أن تكون فيه فتح قبله فتحة بحال له لكذا فهذا لا خلاف فيه أنه يجرى فيه الروم إذا أراد القارئ أن يقف عليه بالإشمام أو بالروم. ما قبله ضمة أو كسرة فيه خلاف بين أهل الأدب فبعضهم أجرى فيهما الروم والإشمام وبعضهم وقف عليه بالسكون وهو المشهور وهو الذي جرى به العمل أننا لا نقف على هذه الهاءات لا بروم ولا بإشمام بل نقف عليها بالسكون. قال أو أميهما أو أميهما أم الكسرة هي الياء وأم الضمة هو الواو فإما هذا الضمير هذا أن يكون قبله ضمة أو كسرة أو أحد أميهما أو أن يكون قبل الهاء ياء أو قبل الهاء واو مثال الذي قبله ياء بحال فيه عليه ومثل الواو الذي قبله الهاء الذي قبل واو عقلوه يعلموه قبله واو فهذا كذلك فيه خلاف هذا الهاء الذي قبله واو أو قبله ياء أو واو كذلك فيه الخلاف ويبقى العمل يعني الذي جرى به العمل هو أنه الوقف عليه بالسكون. ثم قال فصل وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف. لأنه ذكر في أول البيت في أول هذا الفصل غادي قلق سيذكر لنا يعني الإشمام الروم المرسوم في المرسوم المرسوم هنا لما ذكر الروم وعرف الروم والكلمات التي يجرى فيها الروم أو الإشمام أو كذا والكلمات المختلفة أو الكلمات المتفق فيها وكذا كذا الآن ذكر لنا ما ذكره أخيرا في البيت الأول وهو المرسوم فقال زيد فصل وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف. فصل زيد وكن متبعا متى تقف أي متى وقفت على الكلمة فاتبع فيها الرسم اتبع فيها سنن ما أثبت أي طريقة ما أثبت في الرسم فلا تغير من الرسم شيئا في الوقف لا تغير من الرسم شيئا بل اتبعه اقتدي به والمقصود به رسم المصحف فلا تزيد عليه ولا تنقص منه إلا ما وردت به القراءة فقط. فصل وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت رسما أو حذف سواء كان هذا الرسم ثابتا أو كان محذوفا فمثل الرسم الثابت بحال يؤتي الحكمة يؤتي الحكمة علمنا أن يؤتي الحكمة فيها الياء فإذا وقفت على يؤتي تقول يؤتي تقف على بالياء لماذا؟ لأن في الرسم الياء ثابتة أيضا نفس هذه الكلمة في سورة النساء كتبت بغير ياء وسوف يؤتي الله المؤمنين وسوف يؤتي الله المؤمنين كتبت بغير ياء فهل تقف على التي في سورة النساء مثل التي وقفت عليها في سورة البقرة؟ لا سبب ماذا؟ السبب أن التي في سورة البقرة رسمت بالياء مرسومة والتي في سورة النساء الياء فيها غير مرسومة فتقف على التي في سورة النساء بالتاء يؤت يوت هذا معنى قول النظيم فصل وكن متبعا متى تقف سنن ما أثبت أي ما أثبت بحال يوتي الحكمة في سورة البقرة أو حذف يوتي الحكمة في سورة يوتي الله هذا في سورة النساء
فتكون متابعا للرسم. لا تقول هذه الكلمة كلمة هذه مثل هذه، لا، هي في اللفظ واحد، وحتى في الإعراب واحد، لأن وسوف يؤتي الله المؤمنين ليس أتاها جازم حتى نحذف منها الياء، لا، فهي في محل رفعين، وكذلك يؤتي الحكمة هي في محل رفعين. لكن المصحف هذه كتبت الياء وإن كانت في محل رفعين، وهذه كتبت بغير الياء وإن كانت في محل رفعين. فأنت تتبع القرآن المصحف إذا أردت أن تقف عليها، كذلك مثل الواو بحال يدعو، ويدعو الإنسان بالشر، ويدعو الإنسان أصلها يدعو بالواو، لكن جاء في المصحف بغير واو، ويدعو الإنسان، سندعو الزبانية كذلك أيضا أصلها سندعو، لأن هذا من دعا يدعو فعل معتل، والفعل المعتل آخر واو أو آلف أو ياء، فهذا سندعو أصله وأصل ويدعو الإنسان أصلها ويدعو، دعا يدعو. لكن في المصحف جاء الواو غير ثابتة، وإن كان لا يتصل به جازم الفعل، لكن كتب هكذا في المصحف، كتب بغير واو. فإذا أردت أن تقف على ويدعو، هل تثبت الواو؟ تقول هذا فعل معتل آخر واو، فلا بد من الوقف عليه بالواو، وإن رسم في المصحف بغير واو. لا، أنت خالفت المصحف وارتكبت الحرام، فلا بد أن تقف على العين، ويدع سندع، هذا في الوقف الاضطراري أو الاختباري، أو لأن هذه الكلمات التي المذكورة الآن هي ليست محل الوقف، وإنما العلماء ونبهوا عليها حتى إذا وقفت عليها أو جاءك الوقف عليها تعرف كيف تتعامل معها، كيف تتعامل مع هذه الألفاظ. هذا معنى قول الناظم. قال: وكن فصل، وكن فصل، وكن متبعا متى تقف، سنن ما أثبت رسما أو حذف. سنن أي طريق ما أثبت رسما أو حذف، المقصود رسما يعني في قراءة نافع، في قراءة نافع. وأيضا أمور كثيرة، مثل الياء إذا كانت غير ثابتة فلا تقف على الكلمة بالياء، بحال اذكرني أذكركم اشكروني ولا تكفروني، أصلا تكفروني بياء الإضافة المتكلم، ولكن جاءت في المصحف بحذف الياء، فإذا وقفنا عليها هل نثبت الياء؟ نقولها هذه الياء للمتكلم، تكفروني نقف عليها بالياء؟ لا، فتقف عليها بالنون الساكنة وإن كان أصلها الياء، ياء الإضافة. كذلك فلا تستعجلوني، فلا تستعجلون، تستعجلوني أيضا تستعجلوني، لأن الفعل المضارع إذا كان يعني من المتكلم فلا بد من هذه الياء، ياء المتكلم، تسمى ياء المتكلم وتسمى ياء الإضافة، سنتكلم عنها في ياء الإضافة. أيضا هناك ياءات ثابتة في اللفظ، ثابتة في اللفظ في قراءة نافع، ولكن إذا وقفت عليها هل تثبتها في الوقف؟ لا. السبب ماذا؟ السبب أنها غير موجودة في المصحف في الرسم، غير موجودة، حال التلاقي يوم هم بارزون، ففي الوصل لا بد من الياء، لكن هل هذه الياء ثابتة في الرسم؟ لا. هل هي في المصحف؟ لا، غير موجودة في المصحف، غير موجودة في المصحف. أن يهدياني، أن يؤتياني، فهو المهتدي، هذه الياءات هل هي ثابتة في الرسم؟ لا، غير ثابتة في الرسم، لكن في اللفظ جاءت القراءة بها فتثبتها في الوصل. فإذا وقفت عليها تقف عليها اتباعا للمصحف، أي بحذف الياء، أن يهديان، أن يوتيان، تعلمان، المهتد، إلى غير ذلك. فتقف على هذه الكلمات التي فيها الياء الزائدة في اللفظ، تقف عليها على ما قبلها بالسكون، لأن المصحف لم ترسم فيه الياء هذه، وإنما رسمت المهتد، رسم الدال فقط. كذلك أن تعلماني، تعلمان، رسم النون فقط بدون ياء. فالقراء بعض الرواة زادها لفظا لا خطا،
وهي ما تسمى بالياءات الزوائد، ما تسمى بالياءات الزوائد. إذن فهذه هي قول الناظم. وفي كلام يطول والأمثلة تطول وكذا. قال فصل: وكن زيد متبعا ما أثبت رسما. أنت المقصود أنك تثبت في الوقف ما هو مرسوم وما هو محذوف، دون أن تنظر إلى أن هذه الياء زادها فلان أو زادها ورثون أو زادها قالون. لا تنظر إلى هذا، تنظر إلى أنك تقف على الحرف الثابت في المصحف فقط، لا تتعدى. زيد: وما من الهاءات تاء أبدلا، وما من الموصول لفظا فصلا. عود: وما من، وما من الهاءات تاء أبدلا، وما من الموصول لفظا فصلا. ما رسم بالتاء تقف عليه بالتاء، وما رسم بالهاء تقف عليه بالهاء، وإن كان أصله التاء. هذا سبق لنا هذا. زيد: وما من الموصول، وما من الهاءات تاء أبدلا، وما من الموصول لفظا فصلا. وما من الموصول لفظا فصلا، أي جاء موصولا في المصحف أو مفصولا في المصحف. فإن كان الكلمة موصولة في المصحف فلا بد أن لا تقف على وسطها، بل تقف على آخرها. فإن كانت الكلمة مفصولة وأردت أن تقف فلا بأس عليك أن تفرق الكلمة، لأن جاءت في القرآن مفصولة في المصحف، في المصحف مفصولة. مثال ذلك أن لا، كين أن لا تعبدوا بغير النون، فهذه لا تقف على النون، والنون هو ثابت في اللفظ، أدغم النون في اللام. ولكن في بعض الكلمات هذه أن لا، بعضها في المصحف جاء النون وبعضها كتبت بغير النون. أن لا، الذي كتبت بالنون إن شئت أن تقف على أن تقف، والتي ليس فيها نون لا يجوز لك أن تقف عليها على النون، لا بد أن تقف على اللام. أن لا، لماذا؟ لأن هذا الأولى كالنون ثابت في المصحف، والأخيرة النون غير ثابت في المصحف، وهكذا ما يقال في هذه وقيس على ذلك، لأن هناك ألفاظ هي في الأصل موصولة جاءت المصحف مفصولة، والعكس. مثل ما جاء في اللفظ في القرآن في الرسمي مفصول، وهو الأصل فيه الوصل، حال ما لي هذا القرآن، ما لي، فما لهؤلاء القوم، فما للذين كفروا في سورة المعارج، فما لي جاء اللام مفصولا مفصول. ولكن في الأصل أن هذا اللام لام الجر لاسم الإشارة، أي لهذا، لهذا، ولكن جاء في القرآن اللام مفصولا، فإذا أردت أن تقف تقف على اللام. ولكن اللام مثلا من للذين، للذين، هل يجوز لك أن تقيم مثل هذا اللام؟ هما كلاهما لام الجر، ولكن اللام من للذين متصل مع اللام ديال الذين، فلا يجوز لك أن تقف على اللام. بينما اللام في مالي، فمالي إذا أردت أن تقف تقول فمال، مال، لأنه مفصول ولا بأس عليك في هذا القدر. كفاية. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.